بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نحن اليوم في زيارة لبعض الشركات التابعة لهيئة التجارة والاستثمار والشؤون المخصصة. نحن في شركة المنسوجات وهي من الشركات التاعية، في زيارة للاطلاع على الأضرار اللي حصلت لهذه الشركة، وكذلك التسليم والاستلام بينه وبين كتيبة 298 في احتفالية رسمية بعد قليل. بصراحة يعني في أضرار للشركة، وإن شاء الله في لجنة كلفت من مجلس الوزراء يوجد فيها أعضاء من هيئة تشجيع الاستثمار، 3 أعضاء، سنقوم بحصر كافة هذه الأضرار وتضمينها في أعمال هذه اللجنة. شركة المنسوجات من الشركات المعروفة، وكانت لفترة قريبة سابقة كانت تشتغل جزئياً وشغلت بعض خطوطها وتوقفت نتيجة الأضرار اللي في فترة هذه الحرب، وإن شاء الله رب يوفق ويعادوا بعد الصيانة والتجهيزات إلى العمل من جديد إن شاء الله. بسم الله. طبعا أنا مش هنزيد عن الكلام اللي قاله أستاذ ناصر. الشركة كانت في السابق أحد دعائم الاقتصاد الوطني، ولكن نتيجة الظروف اللي صار مش نصرت تاريخيا، ولكن الشركة كانت تشتغل، يعني كان مصنعها يشتغل وكان مادة الفرش الأرضي متوفرة، ولكن نتيجة الظروف طبعا توقفت الشركة، والحمد لله يعني اليوم استرجعناها. طبعا الكتيبة 298 بأمرها العميد نجم المغربي كان متعاون وأبدى استعدادا، هو أي آليات أو مفقودات عندها ممكن يساعدنا في استردادها. يعني الناس اللي في الشركة إن شاء الله نقول روحهم معنوية عالية، وإن شاء الله هتعود الشركة، هيعود مصانعها، هتعود الإنتاج بإذن الله. ونتمنى أن الدولة تنظر الشركة، لأنها تعرضت لأضرار كبيرة بصراحة، حجم الخسائر فادحة، ولكن إن شاء الله بهمة الرجال إن شاء الله هنتغلب على كافة الصعوبات إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. حقيقة نبتهج اليوم بهذا اليوم المبارك بحضور السادة آمر كتيبة 298 والسادة إدارة شركة المنسوجات والسيد عميد كلية الجامعة الدولية للعلوم الطبية لاحتفالية محاضرة تسليم واستلام لمواقع شركة المنسوجات والموقع المؤجر للشركة الليبية الدولية من شركة المنسوجات، بحضور السيد آمر الكتيبة
ومدير رئيس اللجنة التسييرية لشركة المنسوجات. الحقيقة يعني هذا المرحلة اللي نحن نسعو لها، انتقال إلى مرحلة البناء وانتقال إلى مرحلة الدولة. وفي هذا اليوم المبارك نحيي كل من حضر وساند معانا اليوم. كنا في جولة كبيرة للشركات اللي تحت التهيئة. اليوم زرنا شركة بعطني للمشروبات والألبان ومصنع الشوكولاتة للوقوف على الأضرار اللي وصلت لهذه الشركات. اليوم حيكون الاعتماد المحضر التسليم والسلام بين الكتيبة وإدارة شركة المنسوجات التابعة لهيئة تشجيع الاستثمار والشؤون المخصصة تحت مسمى التهيئة. ونبدأ على بركة الله هذه الاحتفالية مع كلمة السيد آمر كتيبة 298 العميد ناجي المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر استقبال كبيرنا في هذا اليوم المبارك، وبناء على توجيهات السيد الفريق السيد المشير خليفة بن قاسم حفتر ورئيس الأركان اللواء عبد الرزاق النابوري بشأن تسليم مبنى مصنع الفرش والجامعة الدولية. كما نشكركم على الجهود التي تبذلونها خلال الفترة الماضية، ونعتذر على أي ضرر حصل في هذه المؤسستين، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى الأمام. والسلام عليكم. نحن إذ نرى معركة التحرير قد أشرفت على الانتهاء في مدينة بنغازي، معركة جديدة لابد لها أن تبدأ، وهي معركة الإعمار والبناء. والبناء يحتاج إلى مؤسسات علمية، ويحتاج إلى مؤسسات أكاديمية ومؤسسات اقتصادية، ويحتاج إلى أن نحن بعد صبر أهل بنغازي و تضحياتهم الجمة لابد أن تعود الحياة لمدينتهم، ولابد أن تعود منابر العلم إلى القيام بدورها، ولابد للقلاع الصناعية أنها تبدأ، ولابد لعجلة العمل والإنتاج من أنها تنطلق لكي نحصد ثمار هذه التضحيات. احنا أملنا في المستقبل الكبير، نقول أن هذا الدمار الذي لحق وكان أمر ضروري سيكون دافع لنا لكي نعيد الأمور ليس إلى سابق عهدها، ولكن لأفضل مما كانت. نحن سيادة العميد نشكر لكم اهتمامكم وتعجيلكم بضرورة التسليم، لأن العام الدراسي بالنسبة للجامعة كان مفروض يكون بداية تأخر لهذا السبب، ونعدكم بأن سيكون البداية قريبة جدا، وستكون إن شاء الله كما عودتكم الجامعة الليبية الدولية بأنها تكون من أفضل جامعات في ليبيا، ستكون عند المستوى وأفضل إن شاء الله. تحية لكم ولكافة الضباط والجنود، وإلى أسر الشهداء وإلى الجرحى إن شاء الله ربي يشفيهم عن قريب. إحنا الآن في لحظة اعتزاز بنصر، وإن شاء الله من نصر إلى نصر، وإن شاء الله القادم أفضل. شكرا. بسم الله. ما نحبش أن نسرد الحديث صار بيني وبين السيد العميد ناجي المغربي بخصوص تسليم موقع الشركة، والحقيقة كان تجاوب لأقصى حد. نشكره ونشكر جميع الأفراد القوات المسلحة إلى حد ما حاولوا المحافظة على مقر المصنع والآليات، رغم أنه هو تعرض لأضرار كبيرة، ولكن إن شاء الله بهمة الرجال حيعود المصنع، حيعود إن شاء الله بنغازي. إن شاء الله توفيق للجميع. شكرا. نحن حفاظا على وقت السادة كتيبة 298 لأعمالهم الضرورية، سنختصر الاحتفالية بتسليمهم الذرع وشهادات التقدير على مواقفهم في حماية هذه المؤسسة، ونتوكل على الله في بدء بهذا الموضوع.